لكن دلوقتي في هذه اللحظات التدريب الأساسي والرئيسي للنادي الأهلي في ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويعقب على طول المران الدخول في معسكر مغلق. كل التفاصيل بالتأكيد هروح مباشرة إلى الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي عشان نعرف منه آخر الأخبار. محمد، مساء الفل عليك. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. آخر الأخبار عندك واستعدادات الفريق للمواجهة الإفريقية غدا أمام فريق سان جورج. كان محمد الفريق بدأ الاستعداد مباشرة عقب نهاية مباراة المصري في الأسبوع الأول من الدوري العام، كان زي ما كنا متابعين مع بعض الفريق اتدرب على طول يوم الأربعاء هنا في ملعب مختار التتش بالجزيرة، كان طبعا تدريب استشفاء للمجموعة اللي لعبت بشكل أساسي هذه المباراة، بقية اللاعبين يمكن طبعا عمل مزج بينهم كده مثلا مارسيل كولر وبعض لاعبي فرق الشباب في النادي الأهلي مواليد 2003 2005 و2006 ولعبوا زي مباراة ودية أو تراي ماتش في نفس اليوم. يوم الخميس كان أجازة، بالأمس على طول الجمعة الفريق استأنف تدريباته مرة أخرى، يمكن كان تدريب قوي شارك فيه جميع اللاعبين، والنهارده باذن الله رب العالمين هيبقى التدريب الاخير. يمكن التدريب هيبتدي فيه تمام السابعه مساء محمد، طبعا هيسبق التمرين محاضره بالفيديو للمدير الفني مستر مارسيل كولر مع اللاعبين في غرفه المحاضرات طبعا لدراسه فريق سان جورج الاثيوبي منافس النادي الاهلي باذن الله في مباراه دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا في نسخته الجديده، ومن بعدها على طول اللاعبين هينزلوا الملعب لاداء التمرين. في البدايه طبعا كالمعتاد هيبقى تمرين بدني قوي جدا، ومن بعده طبعا هيتم اغلاق التمرين لبعض الجمل التكتيكيه والفنيه وبعض الجمل اللي هنوي المدير الفني باذن الله تطبيقها في مباراه الغد اللي زي ما انت ذكرت هتبتدي ان شاء الله على استاد القاهره في تمام الثامنه مساء. عقب التدريب يا محمد على طول هيتم اختيار قائمه المباراه من 21 لاعب للمبيت في احد فنادق القاهره الجديده، استعداد للمباراه ان شاء الله. يمكن بقى برنامج الفريق من النهارده الى بدايه المباراه هيكون في وجبه العشاء في فندق الاقامه النهارده في تمام العاشرة مساء، وبكره الصبح ان شاء الله الفريق هيبتدي يومه في 11 صباحا وجبه الافطار، ومن بعدها تدريب خفيف في الفندق زي ما عودنا مستر مارسيل كولر في الساعه 12 ونص ظهرا، والغداء هيكون في تمام الرابعه، والمحاضره الفنيه الاخيره هتكون في تمام الساعه السادسه الا ربع، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراه استاد القاهره الدولي، وان شاء الله ضربه البدايه لنسخه جديده من بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله نكون موفقين فيها محمد، والصعود لدوري المجموعات ومن ثم يعني مواصله المسيره والمشوار نحو النجم ال 12 في تاريخ النادي الاهلي ليبقى النادي الاهلي دائما على عرش افريقيا ويبقى دائما متربع بفرق كبير جدا على اقرب منافسيه باذن الله رب العالمين. طيب توفيق، عندي مجموعه من الاسماء هنا لعدد من اللاعبين، المواقع كلها بتتكلم ان هم بنسبه 100% مش هيكونوا موجودين في مباراه بكره، مثلا يعني كريم نيدفيت، خالد عبد الفتاح، تاو، السوليه، متولي، الخمسه نتيجه الاصابه وعدم الجاهزيه بالنسبه للمباراه. مودست كلنا عارفين طبعا لعدم قيده في القائمه الافريقيه اللي كان اخر ميعاد للمشاركه في هذه المباراه نهايه 8، ورضا سليم لتطبيق قرار ايقافه مباراه بسبب طبعا طرده امام في مع الجيش الملكي في اخر مباراه في النسخه الافريقيه في كاس الكونفدراليه العام الماضي، وبالتالي تطبيق العقوبه للمباراه الثانيه هتكون امام سان جورج في لقاء الذهاب ولكن هيكون متاح في لقاء العوده. في اسماء اخرى غير الاسماء دي او في اسم من الخمسه اللي ذكرتهم في البدايه وارد يتم تحضيره وتجهيزه في مباراه بكره، بالاضافه لاكرم توفيق، لو عندك تفاصيل بخصوص متى يتم الدفع باكرم وجاهزيته للمشاركه مع الفريق. يعني خلينا ناخد الاسماء واحده واحده كده يا محمد، يمكن مودست طبعا ورودا سليم فخلاص بنسبه 100% هم خارج المباراه نظرا طبعا لظروف القيد بالنسبه لمودست والايقاف بالنسبه لرودا سليم. كريم نيدفيد، عمرو السوليه، محمود متولي فبرضه بنسبه 100% نظرا لاصابتهم وعدم دخولهم التدريبات الاساسيه في هذه المرحله. خالد عبد الفتاح، اكرم توفيق يمكن موجودين في التدريبات الاساسيه، الدفع بيهم امتى دي بتاعه مستر مارسيل كولر لما يشوف ان اللاعبين خلاص في لياقه مباريات في استعداد سواء بدني او فني ان هم يكونوا موجودين في التشكيل فيبقوا موجودين، فاعتقد برضو بنسبه كبيره هم خارج قائمه المباراه. بيرسي تاو يمكن اتكلمنا في يعني في اصابته من البدايه كانت كادمه في العضله الاماميه، دكتور احمد يمكن عمل له جلسه كده في العياده هنا في النادي الاهلي يوم الاربعاء امبارح كان في تيست، بعد التيست نزل شارك في جزء من التدريبات، مشاركتهم العدم هيتم حسمها في مران اليوم اللي ان شاء الله زي ما قلت لك هيبتدي فيه تمام السابعه مساء، من الوارد جدا يكون في قائمه المباراه حسب رؤيه الجهاز الفني والطبي والتنسيق ما بينهم وطبعا اداؤه في التدريبات الجماعيه النهارده.
دي يعني كل الاسماء تقريبا اللي احنا اتكلمنا فيها ده بشكل واضح جدا. اللاعبين اللي حسم خلاص عدم وجودهم في القائمه، حسم اعتقد ان اقرب حد من الاسماء اللي انت قلتها محمد ان شاء الله يكون موجود في قائمه المباراه ويكون داعم لزملائه باذن الله في مباراه الغد هو بيرسي تاو، وان شاء الله نطمن عليه في التدريب الاخير النهارده وباذن الله ان شاء الله يكون يعني معافى تماما وباذن الله يكون موجود، خاصه ان بيرسي تاو زي ما احنا شايفين في مباراه المصري كان عامل اداء اكثر من رائع واحرز هدفين، وزي ما انت كنت بتقول في مقدمتك الهدف بتاعه كمان بينافس على احسن هدف في هذه الجوله، ان شاء الله يكون موجود وكل اللاعبين يكونوا الموجودين ان شاء الله في قائمه المباراه يقدوا ما عليهم وان شاء الله يحققوا الهدف والفوز بنتيجه مريحه كمان قبل مباراه العوده والصعود طبعا لدوري المجموعات والمواصله ان شاء الله لهدف النادي الاهلي وهدف جمهور النادي الاهلي هو الظفر بالبطوله باذن الله رب العالمين. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي الاهلي بالجزيره.